شكرا ما نسولف احنا وايد بلا 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 مالت عشان بلا بلا وايد حلوه ماش من شاف وتو ما نور المسرح نورك بعد قلبك بعد روحي حبيب المسرح حلوه المسرحيه اي حلو المسرح الكويتي بكلمة المسرح الكويتي سباق ورائد والكويت دائما رائدة للفن علي المسرح بالكويت بخير؟ والله هي طبعا بخير الحمد لله إذا فيها الكم من المسرحيات اللي قاعد تصير بالعيد معناته أن الخير جاي إن شاء الله الخير بقبال طبعا أكيد كل الخير شفنا خليجيين إخواننا من الخليج صراحة يعني صار المسرح بالكويت خصوصا مسرح الطفل سياحة كبيرة في الخليج خلينا نقول شلون المسرح في الكويت؟ انت شايفه الصاله هذه ترى صاله ملاكمه بس انت شايفتها بالجمال اللي احنا على يعني على الامكانيات اللي قدرنا نسويها نطلعها بهذه الصوره صنع في الكويت بفضل رب العالمين وثقة الناس فينا ربي لك الحمد احنا اليوم نعرض العرض 110 ربي لك الحمد صغار كبار نحبكم ويا رب العمل هذا يكون نكون قدمنا لكم في صورة جميلة وحياكم الله ما خلصنا بإذن الله تعالى عيد الأضحى بنكون موجودين صنع في الكويت بجملة سريعة شنو تعني لك المسرحية؟ والله يعني هي البركة ومسرحية يعني احنا كنا عائله واحده وكنا يعني ايد واحده والحمد لله الله سبحانه وتعالى كتب لها النجاح يعني الاقبال كبير على المسرحيات خاصه الاطفال شنو تقول كلمه حق كل الجمهور اللي قاعد يجيكم حتى اكثر من مره والله مسؤوليه يعني علينا ان احنا نقدم شيء حلو لي قدام ونحاول ان احنا نكون قد هالمسؤوليه ونضمن الجوده للناس هذا اهم شيء شو تقول حق جمهوركم مشكورين على كل شيء يعني انت تدرين النجاح مالها خلطه مالها دراسه حبيبي تستاهل ان شاء الله ومنها للاعلى وهذا موقعك الله يبارك بحياتكم يا رب ما يعني انت شايفه الجمال الجمهور شايفه نجاح 110 في ظرف شهر يعني انت مو عارفه ايش تقولي انت يعني اللي علينا سويناه بس النتيجه وايد اكثر من اللي احنا سويناه فمشكورين على كل شيء ويرجع هذا نجاح الفضل رب العالمين شو مسوين؟ ايش رايك بس؟ انت ما شاء الله تبارك الرحمن بعد قلبي بس شو مسوين؟ افزتوا الديره على الخليج على الوطن العربي يا اخي ترند كل مكان والله يعني اقول لك شيء هذا اللي احنا نبيه انزين والحمد لله الحمد لله الله وفقنا وعرضنا 110 عرض بشهر واحد الحمد لله والحمد لله ان الناس حابه هذا اهم شيء الحمد لله ان الجمهور مستمتع هذا المهم والحمد لله ان احنا كلنا حابين بعض وقاعدين نعرض بحب هذا الاهم من المهم ان انا اتشرف ان انا كنت من ضمن ممثلين يعني فريق العمل ويحظي بهالعمل بعدين اعبر عقب العرض بس بغشش بشغله في جمهور برا جايين العرض اكثر من مره شو تقولون لهم وفي احتياجات خاصه قال لي انا جيت 3 مرات يعني هذا صراحه شرف لنا ان يعني حابين العرض وما خلصنا يعني اذا متشوقين تشوفون زياده عدلات احنا موجودين ان شاء الله احبكم وايد وثانكيو على ثقتكم فينا وثانكيو على حضوركم يعني في ناس قاعدة تيجي بدال المرة 3 مرات و4 مرات صح فهذا بالنسبة لنا هذا أكبر نجاح وأكبر محبة منهم حبيبتي الله يوفقكم حبيبتي يا جمعين ما نسولف احنا وايد حالات يا عمري يا عمري والله فيك شنو يعني كيديدي؟ كيديدي يعني ذكريات بس كذي يعني ماكو قصة؟ ما نسولف احنا وايد بلا 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 والله مسرحية هاتفة حلوة يعني الكبير والصغير انا اشوفهم متفائلين مع الجروب للامانه خوش جروب خوش مجموعه وشوجي والشباب مو مقصرين وعلي كاكولي مو مقصر للامانه الكل مو مقصر قلت ابوي ما بدال هذا ولدي ذو احتياجات خاصه هذا 3 مرة يحضر المسرحيه أوه. اي ومستانس وما شاء الله عليهم اي والله صنع في الكويت كسر ارقام قياسيه اليوم انا فخور بهذا التيم الكبير اجتهدنا خلال سنه كامله 110 عروض في موسم واحد ورايحين جوله خليجيه ارقام كثيره في مسرح الطفل واول مسرحيه اطفال هذا خاص للغبس تعرض الى 10 عروض في اليوم اخر 10 سنوات تجربه مسرح شيء وايد حلو مسرح الكويت شلونه لا يعلى عليه
لا لا يعني صراحة ممثلين نجوم أساطير دائما يكونون على هذه الخشبة، وشرف إني أكون أنا واحد من هالأساطير أكون واقف يمهم أمانة. طبعا أنا وايد فخورة ومستانسة وحيل أحبكم وحيل أحب كل شخص يا حضر صنع بالكويت، وإن شاء الله هالنجاح ما رح يوقف. شلون مسرح الكويت؟ شلون تجربتك بالمسرحية؟ طبعا مسرح الكويت يعني معروف إيش كثر مسرح عالمي ما شاء الله، يعني لو بسولف مني لباكر ما رح أخلص. إني شاركت بشيء يعني عالمي نفس صنع في الكويت اولا شيء مو متوقع، لان انا رديته من قبل، يعني ياني العرض لصنع في الكويت ورفضته لاسباب يعني شخصيه، سبحان الله الخير نفسه ياني. انا بس بقول على بركه صنع في الكويت. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. كنت كانت يعني شغل. يعني شنو حبي يسولف ولا تربلي تربلي وكل مره مره تسلم الجره بلا. بس بقول شغله، انا كانت امنيتي اني اشوفك والله العظيم، شفتك يا اخي انت سمحه وعجيبه ونحبك نحبك نحبك والله العظيم يا بيبي. صنع في الكويت بجمله سريعه كلمه واحده شنو تعنيك؟ بس انا يعني صنع في الكويت صنع في حب، صنع في حب. شلون المسرح؟ المسرح عالم ثاني، عالم وحياة جميلة جميلة جدا، وخاصة لما تشتغلوا مثل ما قال صنع في حب، الناس اللي قاعد تشتغل في هذا العمل كل حبهم قاعد يعطون والله والله العظيم يا جماعة. انتوا بعد نجوم صراحة. يا بعد عمري يا بعد عمري. جمال مشاركة في المسرح الكويتي، ايش رايك في المسرح الكويتي؟ الله، الكويت ديرتي الثانية. المسرح الكويتي هذا أول عمل لي صراحة، انبسطت ومبسوط كثير إني بجنب فنانين يعني كان خاطري من زمان أنا أمثل معهم أو أني أوقف على عتبة المسرح معهم، فشعور هالمرة غير. I love you قبس، بس أنا 12 سنة ما أسوي لقاء، فبس بقول I love you قبس وباي باي. بس بغيت أقول مبروك، باي باي عبد الله باي.